دكتور هشام عبد العزيز. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك. قول لنا بقى يا فندم، الصلوات، اين تقام الصلوات بتاعه عيد الاضحى باذن الله سبحانه وتعالى؟ ان شاء الله باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين بالايام العظيمه، الايام المعلومات المعدودات اللي فيها قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وان الانسان لما بيتقرب بربنا بهذه الاعمال فهي معدوده في ميزان حسناته. صحيح. ان شاء الله احنا في اطار الاستعداد لصلاه عيد الاضحى المبارك، ان شاء الله باذن الله هتكون صلاه العيد في جميع المساجد التي تقام بها الجمعه وفي الساحات التي تحددها مديريه الاوقاف بالتنسيق طبعا مع الاجهزه في كل محافظه بنفس الضوابط التي كانت في صلاه عيد الفطر المبارك. عظيم. ويمكن احنا نبهنا النهارده واكدنا على قصه الاهتمام بمصلى السيدات، يمكن عشان خاطر ما يحدث اختلاط في المصلى اكدنا على ان هيكون في تعاون كبير جدا من الوزاره والاستعانه بالواعظات المعتمدات في الوزاره بالتنسيق مع المديريات سواء في المساجد او في الساحات اللي تقام فيها صلاه العيد. ان شاء الله هيكون في مكان ويكون في فاصل بين الرجال وبين السيدات، واحنا من خلال برنامج حضرتك الجميل بنقول والنادي ان على كل الاسر اللي تكون حريصه على الصلاه، برضو في ادائنا للصلاه نكون حريصين على اقامه شعائر الله عز وجل والحفاظ على حرمات الله عز وجل. ما بينفعش ابدا ان في الصلاه الرجال بجوار النساء بدون فاصل، يعني فمحتاجين ان كل واحد يبقى حريص على اقامه هذه الصلاه ويكون ان شاء الله باذن الله مكان للرجال ومكان للسيدات باذن الله. يعني احنا فاكر من واحنا صغيرين كان دايما يتحط كده البتاعه زي بتاعه الخياميه الكبيره اللي بتعمل بيها السرادقات دي، فبتفصل الجزء او القطاع اللي بتصلي فيه السيدات عن الرجال. حتى انا فاكر احنا كنا بنصلي عند جامع مصطفى محمود يعني على ايامنا تحديدا، فكان دايما يتحط كده فاصل معمول من الخياميه وعروق الخشب وكده. فعلا تم تنبيه على المديريات، ان شاء الله يكون هذا الفصل موجود، واحنا بنقول ان الامر بيبقى في سعه وده يوم فرح وسرور، فان شاء الله باذن الله يكون في مع هذا الفرح يكون في تعظيم للعباده والشعيره واحترام في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهيكون ان شاء الله باذن الله ما فيش مزاحمه ولا في اختلاط، وهتكون الاماكن مهيئه ومستعده للرجال وللنساء. ايوه، تستقبل الجموع الغفيره باذن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكثر عدد المصلين باذن الله، ويرجع بقى البعثه بتاعتنا بالسلامه باذن الله من الحج باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. اللهم امين. اشكرك يا دكتور وكل سنه وانت طيب، وتحياتي وسلامي لكل الوزاره ولحضرتك والمعالي الوزير. كل سنه وانتم طيبين. طيب. ربنا يعيد عليكم مصر يا رب بخير وسعاده. ربنا يخليك ليك يا دكتور. كل الشكر للدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف.